تطورت فيما بعد ياشك وصارت المؤتمر الأول للمرأة. عملت ياشك على تكوين القوى الإدارية السياسية بالمجتمع. طبعاً نحن وقت عم نقول تنظيم المرأة، تنظيم المرأة من سياسياً، اجتماعياً، اقتصادياً، ثقافياً، وتوجيه العلاقات بين أفراد المجتمع وبين كلا الجنسين وبالعائلة، كيف لازم تكون العلاقات ما بين العائلة وأفراد المجتمع. بموجب ذلك تم تطوير تطلعات وبحوث الحياة وتوجيه الانتقادات الحادة للذهنية الذكورية المتواجدة في كلا الجنسين. ضمن إطار هاي المقاييس صار في عنا تحول وتغيير وصار في عنا استراتيجية جديدة. تقول كريمان كيرر، هي كاتبة وناشطة نسوية أسترالية، كل المجتمعات التي على حافة الموت هي رجولية، لا مجتمع يستطيع النجاة من دون النساء. أشدد على رجولية وليست ذكورية، لأن رجولية أي كل الأنشطة هي من صنع الرجال، الحرب والسلم وأي نشاط.